مشاهدينا للحديث أكثر عن رحيل شاعر العراق الكبير كريم العراقي ينضم إلينا الفنان والأكاديمية دكتور حسين علي. مرحبا بك دكتور حسين، وبداية عظم الله أجوركم بهذه الخسارة الكبيرة، خسارة للشعر، خسارة للفن، خسارة يعني للعراق أجمع. سؤالي هو ماذا يمثل رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي؟ يعني فقد صعب، فقد ليس لمجرد شاعر. كريم العراقي أكبر من مجرد شاعر. يعني هو قال: ضاقت علي كما ضاقت على كثير من الشعراء الذين تغربوا وماتوا معظمهم في الغربة أيضا، كما مات من قبل الجواهري والبياتي ولمي عباس عمارة والسياب، ولا أدري، كأن قدر الشعراء أن يموتوا في غربتهم، وهم الذين لطالما تغنوا بالوطن وغنوا له، كما غنى كريم العراقي الذي وصف الوطن بالجنة، جنة جنة يا وطن، والشمس شمسي والعراق عراقي ودل اللول يا وطن. إذن لم يغب الوطن عن ذهن وعقل وقلب كريم العراقي لحظة، ولهذا كنا كلنا نشعر بعراقيته الحقيقية. كان هو يعضد ويقوي من وطنيتنا ومن عزيمتنا، وهو الذي كان يعيش الغربة. هو يقول ضاقت علي، هو ليس الوضع المادي أو الوضع، لا أبدا، هو ضاقت عليه روحه نفسه، لأنه كان بعيد عن بغداده، بعيد عن أصدقائه، عن المقاهي اللي كان ارتادها، عن أماكن كثيرة. يعني كريم العراقي يعني يمتلك من النبل والنقاء ما يمكن أن نعده قدوة ومثال حقيقي للمثقف العراقي، أو لما ينبغي أن يكون عليه المثقف العراقي، لأنه كان صادقا مع نفسه، صادقا مع فنه، إبداعه، شعره، صادقا مع أصدقائه، مع حتى مع عائلته وأقرباء من كل الدرجات، كان يتواصل معهم بكرم كما وصفته، كان كريما في كل شيء. فعلا أنا لا أبالغ، أنا أحبه ليس مجرد صديق وصاحب فضل علي في المسرحية التي مثلتها بطولة. نعم نعم، يبدو أن الاتصال قد انقطع مع الدكتور حسين. دكتور حسين تسمعنا؟ هو يتكلم، لا يلقي شعرا، مجرد يتكلم في لقاءات فضائية. أنا أستمتع وهو كما يستمتع الكثيرون، يقولون أن كريم العراقي أنا بكل كلمة، بكل حرف ينطقه، سواء كان يقول شعر أو يجيب على سؤال في فضائية أو إعلامية، هذا هو كريم العراقي. هو أعتقد اختار اللقب الصحيح، هو كريم يعني السواعدي باللقب العشر، لكن هو اختار لقب العراقي منذ زمن، اختار أن يصف نفسه بعراقيته التي كان يعتز بها. ولهذا أنا أقول هو الشاعر القدوة، المبدع القدوة، وأنا أعتقد أنه الآن آن الأوان أن نحتفي به. نعم متأخرين ربما، كعادتنا نحتفي بمبدعينا بعد رحيلهم. هذا ما لا أدري، هذا قدر المبدعين العرب والعراقيين من بينهم. يعني لا نقول لهم وهم أحياء شكرا لكم، لا نقول لهم أنتم شكرا بالنيابة عن الوطن، بالنيابة عن الناس، شكرا لكم لأنكم أبدعتم، لأنكم أمتعتمونا، لأنكم علمتمونا، لأنكم أعطيتمونا درس أو دروس. لا، ننتظر رحيلهم لهم كما سنفعل. كما السياب رحل وهو لم يجد سكنا لعائلته، ورحل في غربة في مستشفى خارج الوطن، ولكن بعد رحيل الآن السياب له تمثال، والسياب تكتب عنه الرسائل والأطاري، وهناك مهرجانات باسم السياب. هذه حقيقة مؤلمة، حقيقة يجب أن نتعلم ثقافة الاحتفاء بمبدعين وهم أحياء، نهتم بهم. لا ينبغي أن نترك المثقف لعوز
مادي أو لأنه يهاجر لأنه لا سكن له، لا يمتلك سكن لائق به، أو لا يمتلك دخل مادي. كثير الآن من الشعراء من المثقفين الآن يعيشون الغربة لأسباب مختلفة طبعا، ليس العوز فحسب. الآن عنده شاعر نعم دكتور حسين اسمه نصيف الناصري، نعم دكتور حسين، من أبدع الشعراء، يكتب الآن ويعمل عامل نظافة ويفتخر وينشر صوره وهو كعامل نظافة. نعم دكتور حسين، يعني دعني أرحب بك معنا من جديد. وأصدر عشر كتب ذكرت أنه القامات العراقية مهملة، غالبا ما تكون مهملة من قبل الجهات المعنية، يعني هل يمكن أن نفهم أن أولويات الحكومات المتعاقبة بعيدة كل البعد عن القامات الهامة؟ عفوا إذا فهمت السؤال، أنه إحنا ممكن نمتلك إجراءات، يعني الآن الحكومة الحالية وكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من شأنها أن تعمل مجموعة إجراءات، يعني قانون رعاية الفنانين والأدباء، كما كان سابقا لدينا قانون رعاية الكفاءات، يعني من حملت الشهادات العليا والماجستير والدكتوراه، كان هناك قانون ينظم حياتهم، يؤمن لهم سبل العيش الكريم لكي لا يكونوا قسريا يفكرون ولو لحظة بأن يغادروا وطنهم. نحتاج إلى الرعاية الصحية، الآن معظم مبدعين الكبار بدأوا يعانون من أمراض صعبة، يعني شبيهة بما حل بالراحل فقيد كريم العراقي، لكن لا يلقون إلا بالمناشدات وطرق الأبواب والكتب، وقد لا يجدون من يفتح الباب عند طرقه. أنا أقصد قانون للرعاية الصحية بحيث كل إنسان يحاول أن يجد فرصة لأن يتعالج بشكل حقيقي، هو يكون القانون مأمن لهذا الموضوع. نحتاج إلى إجراءات تشجيعية للفنان والأديب حتى لا يختار الغربة القسرية، لازم نبتكر وسائل دعم وتشجيع، تأمين سكن اللائق، دخل مجزي. الآن أنا متأكد إذا سوينا استفتاء كثير من الأسماء المهمة، نجوم الشعر والفن وممثلين، والآن أنت تشوف دخله لا يليق به، لا يؤمن له عيش يعني لائق به كفنان حتى يتفرغ لإبداعه. كتاب يمتهنون الكتابة لأنهم غير موظفين، احيانا لا يستطيعون ان يؤمنوا معيشتهم ومعيشه عوائلهم. نعم دكتور، هناك خلل. نعم دكتور حسين، اعذرني على المقاطعه، دعني اقاطعك قليلا دكتور حسين، لكن انت تحدثت في جزئيه مهمه وهي تسميه المرحوم كريم العراقي. هو عراقي فعلا بوطنيته، عراقي بحبه للعراق، عراقي حتى بعطائه للشعر العراقي وما قدمه لهذا الوطن. سؤالي هو، يعني الشعر الاخير الذي القاه في المشفى، ألا تلمس فيه رسالة بليغة، خصوصا عندما قال أنا نخلة الفردوس جف فراتها؟ نعم، أنا اليوم نشرت هذا الفيديو ظهرا تأثرا طبعا، أنا كنت جدا متأثر، وكان مفارقة يعني غريبة، مفارقة أن القصيدة هذه اللي ألقاها هو على لسانه، ذكر أنه التسجيل يوم 31/8/2022، يعني ذات اليوم قبل عام، نفس اليوم الذي كان يلفظ في أنفاسه الأخيرة ويعاني من سكرات الموت، مفارقة عجيبة، وداع قبل عام، لكن كان يمتلك عافيته فحاول أن يوثق مشاعره. أن يودعنا يجوز، آسف الكهرباء انطفت كالعادة. أنا أعتقد كان وداع مبكر، أراد أن يوثق هذه اللحظة، أراد أن يحيينا ويحيي الوطن ويثمن نفسه بهذا الوصف الجميل، أنا نخلة، اختار النخلة، النخلة العراقية، وكم من نخلات عراقية الآن تستحق أن يحتفى بها في حياتها لا أن ننتظر رحيلها لا سمح الله. نعم وضحت الفكرة، نحن نشكرك جزيل الشكر، ودموعك غالية علينا، وعظم الله أجوركم مرة أخرى بهذه الخسارة الكبيرة. كنت معنا الفنان والأكاديمي الدكتور حسين علي وارف، شكرا جزيلا لك.